مدة غلق السفارة يستمر شهر إلى شهرين. خلال هذه المدة، هذه المدة كافية لما يقوم به السيد الكاظمي من إجراءات سرية قد تكون مرتبطة بالجانب الأمريكي وإعلامهم للجانب الأمريكي بأن الكاظمي يقوم بهكذا أعمال ويقوم بهكذا إجراءات ومحاربة للفاسدين، محاربة للخروقات الأمنية؟ هذه رسائل اطمئنان سرية فيما بينها، أما ما يقوم به الجانب الأمريكي هو الضغط على الحكومة العراقية أمام العلن كي يحرج الجهات الضاغطة على الوضع الأمني ويحرج الآخرين الذين يتربصون باللقاء بحكومة الكاظمي من أجل زعزعة الوضع وإدخال البلد إلى فوضى. السيد الكاظمي لديه الحكمة في التعامل مع الكتل السياسية، التعامل مع الجهات الأمنية، التعامل مع الخارجين على القانون، وكذلك التعامل مع الجهات التشريعية والجهات القضائية. السيد الكاظمي سيفاجئ الجميع في الأيام القادمة أو في نهاية الشهر العاشر بداية شهر 11 بإجراءات ستفرح العراقيين جميعا، إجراءات ستبعث رسائل اطمئنان إلى الجانب الأمريكي، إلى الجانب الإيراني، إلى جانب البعثات الدبلوماسية جميعها أن العراق هو بلد استقرار وأمان ولا وجود للجهات الخارجة عن القانون. وسنلاحظ هنالك تغير ملحوظ نحو التطور والاستقرار الأمني في حالة تكاتف الكتل السياسية مع السيد الكاظمي والتعاون فيما بينهم في المعلومات الأمنية من أجل السيطرة على الخارجين على القانون. أما إذا لم يكن هنالك تعاون قد تؤدي لا سامح الله الذي لا نرغب به نحن ولا يرغب به جميع العراقيين ولا ترغب به جميع الكتل السياسية، قد تؤدي إلى الصدام مع الخارجين على القانون وبالتالي تؤدي إلى الفوضى.